السلام عليكم. هنتكلم في المحاضرة الخامسة على الأروماتيكا دي. الهيدروكربونز عندنا الفاتيك هيدروكربون وأروماتيك هيدروكربون. اتكلمنا على الفاتيك كان عبارة عن ساتوريتد هيدروكربون اللي هي الألكان، وان ساتوريتد هيدروكربون اللي عبارة عن الألكين والألكين. هنبدأ نتكلم على الأروماتيك هيدروكربون عبارة عن البنزين ومشتقات البنزين أو البنزين and its derivative. ايه الاروماتيك كومباوندز؟ على سبيل المثال الاسيتيل سلسيليك اسيد اللي هو الاسبرين ده عباره عن اروماتيك كومباوندز. التولوين ده عباره عن سولفنت اورجانيك سولفنت، ده اروماتيك كومباوندز. النفتالين، الفيوران، البريدين، كل ده عباره عن اروماتيك كومباوندز. التي ان تي او التراي نيترو تولوين وده معروف انه مستخدم في صناعه المتفجرات، ده عباره عن اروماتيك كومباوندز. البنزين الاستراكشر للبنزين تم اثبات الاستراكشر من خلال نظريات عديده، اهمها ثلاث نظريات: فاراداي وكوكل وريزونانس او باولينج ريزونانس. فاراداي ديسكفر او فاراداي اثبت ان البنزين عباره عن C6H6 بمعنى ان هو عنده 6 كربون اتومز و6 هيدروجين اتومز. كوكل اثبت ان في ريزونانس او في تبادل لمواقع الدبل بوند والسنجل بوند او في ايكوليبريم بين تو ستراكشرز، بمعنى ان 3 دبل بوند او 3 كربون دبل بوند كربون ار الترنيت ويز 3 كربون سنجل بوند كربون ان ذا هيكساجونال ستراكشر اوف بنزين. بالنسبه للريزونانس أو باولينج ريزونانس، في عبارة عن حاجة اسمها رنين أو ديلوكاليزيشن للباي إلكترون أو دوران، وبالتالي نقدر نرسم البنزين عبارة عن شكل هكساجونال أو سداسي، وفي عندنا سيركل بتوضح دوران الباي إلكترونز على الستة كربون أتومز. إيه شروط الأروماتيستي؟ إن يبقى عندي الاستراكشر ساتسفاي هوك الرول. ايه هي هوك الرول؟ هوك الرول عباره عن 4n بلس 2 بيساوي النمبر اوف باي الكترون، بمعنى ان اي ستراكشر اروماتيك لازم عدد الكترونات الباي بتساوي او بتحقق قاعده هوكل اللي هي 4n زائد 2 بيساوي النمبر اوف باي الكترون. ان لازم تكون انتجر نمبر 0 1 2 3 4. لو احنا شفنا البنزين نلاحظ انه عنده كام باي الكترون؟ عندي 3 باي بوند او 3 دبل بوند، يبقى اذا كل رابطه عندها 2 الكترون يبقى التوتال نمبر اوف الكترون ار 6 باي الكترونز. لو احنا شفنا هوك الرول 4n بلس 2، لو n بتساوي 0 يبقى اذا 4 في 0 زائد 2 بيساوي 2، يبقى الاستراكشر اللي عنده 2 باي الكترون ساتسفاي هوك الرول. طيب لو n بتساوي 1 يبقى 4 في 1 ب 4 زائد 2 بيساوي 6، وده هو نفس عدد الباي الكترون اللي موجوده في الاستراكشر للبنزين، يبقى اذا البنزين ساتسفاي هوكل رول. بالاضافه الى ان لازم يكون في عندنا شروط ثانيه لازم تتحقق في الاستراكشر، ان يكون بلانر، معنى بلانر all carbon atoms on the same plane في نفس المستوى، cyclic the molecule must be closed او cyclic not open chain. Number 3 alternating double and single bond، بمعنى ان في تبادل للدبل والسنجل بون، يعني دبل سنجل دبل سنجل دبل سنجل او بنسميه الكونجيجيشن. وبالتالي 4n equal 1، 4n plus 2 equal 6، بنزين is stable and the electrons are delocalized، وبالتالي البنزين satisfy Hockel rule. substituted او مونو substituted بنزين، في عندنا مونو substituted وداي substituted او بولي substituted او تراي substituted. ما معنى مونو substituted؟ اني بستبدل H من 6 هيدروجين، عندي البنزين 6H6 بستبدله باي substituent او اي جروب. على سبيل المثال في التولوين substitution للهيدروجين اصبح مقابل ليه او الميثايل جروب، يبقى الميثايل بنزين بنسميه تولوين، الامينو بنزين بنسميه انيلين،
الميثوكسي بنزين يبقى عباره عن الانيزول، الهيدروكسي بنزين بنسميه فينول، كاربوكسيليك اسيد او البنزويك اسيد، كل ديت عباره عن مونو سبستيتيوتد بنزين. ممكن يبقى عندي داي سبستيتيوتد بنزين، يعني السبستيوشن حصل لتو هيدروجين اتومز، ممكن يكون 1 2 او 1 3 او 1 4. ال 1 2 بنسميه اورسو، ال 1 3 عباره عن ميتا، ال 1 4 عباره عن بارا. طبعا بنسمي ال 1 2 دايميثايل بنزين اورسوزايلين، ال 1 3 دايميثايل بنزين ميتازايلين، ال 1 4 دايميثايل بنزين بنسميه بارازايلين. السبيشال نيم لازم نكون حافظينها وعارفينها كويس، بنعمل نومنكليتشر للاروماتيك او للبنزين اند اتس ديريفيتيف. يبقى اذا مونو سبستيتيوتد كمان عندنا البرومو بنزين، نيترو بنزين، كلورو بنزين، او بنزين سلفونيك اسيد، كل ده عباره عن مونو سبستيتيوتد بنزين. طبعا بالاضافه الى التولوين والفينول والانيلين عندنا الاسيتوفينول ده عباره عن اسيتايل بنزين، البنزال دايت فورمايل او بنزين كاربال دايت، البنزويك اسيد طبعا عباره عن حلقة بنزين متصلة بكربوكسيليك أو سي أو إتش. عندنا كمان الأورسوزايلين اللي عبارة عن 1 2 دايميثايل بنزين أو الستايرين. مور إكزامبلز، الميثايل بنزين زي ما قلنا عبارة عن تولوين، 1 2 دايميثايل بنزين عبارة عن أورسوزايلين، 1 3 4 تريميثايل بنزين عبارة عن الميستيرين أو ليكوم النيمو الميستيرين، ديت عبارة عن سولفنت. الإيثينايل بنزين اللي هو الاستيرين، الميثوكسي بنزين عبارة عن الأنيزول. الاستيرين طبعا يوزد إن بوليمر مانيفاكتشر، بيستخدم في سينسز أو صناعة البوليمر. الأنيزول بيستخدم في صناعة البيرفيوم. عندنا كمان بعض الأمثلة التانية زي الفور هيدروكسي سيري ميثايل بنزال دهايد اللي هو الفانيليا فليفور، ديت بنسميها الأروماتيك فليفورينج ايجنت، ديت أمثلة الأروماتيك كومباوندز. أورسو ميتا وبارا بوزيشن ار داي سبستيتيوتد بنزين، الأورسو زي ما قلنا 1 2، الميتا 1 3، البارا 1 4 داي سبستيتيوتد بنزين. يبقى إذا لو أنا عندي أي سبستيتيوت ار في البوزيشن أو ات كاربون نمبر 1، يبقى إذا 2 and 6 ار أورسو بوزيشن، 3 and 5 ار ميتا بوزيشن، 4 از بارا بوزيشن. وبالتالي نقدر نسمي الاستراكشرز او الامثله اللي عندنا ميتا نيترو تولوين، بمعنى ان ال NO2 جروب في البوزيشن ميتا ويز ريسبكت تو بالنسبه للميثايل جروب، يبقى ميتا نيترو تولوين، والميتا ما هو الا 3 او الكربون نمبر 3، يبقى اذا 3 نيترو تولوين، ممكن نقول 1 ميثايل 3 نيترو تولوين. ليه قلت ال 1 ميثايل في الاول؟ لان عندي الميثايل بتثبت النيترو او الان في الترتيب الابجدي، يبقى 1 ميثايل 3 نيترو بنزين. لو انا عندي هنا 2 كلورو اتومز في البوزيشن 1 4، يبقى 1 4 داي كلورو بنزين او بارا داي كلورو بنزين، علشان السي ال او ال 2 كلورين اتوم ار ذا سيم، يبقى استخدم الفيكس داي كلورو بنزين. يبقى اذا نومنكليتشر او نومنكليتشر 4 1 2 او 1 3 او 1 4 ايزومر، there are 3 different ways that 2 groups can be attached to بنزين. عندنا 3 طرق لو انا عندي 2 groups ممكن يتصلوا بحلقه البنزين، ممكن يكونوا على هيئه اورسو او ميتا او بارا. يبقى اذا 1 2 داي سبستيتيوتد بنزين بنسميه اورسو ايزومر، 1 3 داي سبستيتيوتد بنزين بنسميه ميتا ايزومر، 1 4 داي سبستيتيوتد بنزين بنسميه بارا ايزومر. يبقى اذا اورسو داي برومو بنزين ديت عباره عن 2 سبستيتيانت والاثنين ار ذا سيم، حاجه واحده اللي هم الاثنين بي ار، يبقى اذا اقول اورسو داي برومو بنزين او 1 2 داي برومو بنزين. لو 1 3 يبقى ميتا داي برومو بنزين، 1 4 يبقى بارا داي برومو. If the two groups on the benzene ring are different، اللي فات ده كان عباره عن identical substituent او identical groups. If the two groups are different، ازاي نقدر نعمل كليتشر؟ Alphabetize the name of the substituent preceding the word benzene، هنرتبهم ترتيب ابجدي قبل كلمه بنزين.
يبقى اذا اف 1 سبستيتنت از ا بارت اوف ا كومن روت، لو انا عندي جروب من الاثنين ليها كومن نيم او من السبيشال نيم اللي احنا شفناهم في السلايد اللي قبل كده، هنبدا نعمل ايه؟ نومنكليتشر باستخدام الكومن نيم. يبقى اذا نيم ذا مولكيول as a derivative of that monosubstituted benzene، بمعنى ان البرومين والكلورين عباره عن different substituents. يبقى اذا هرتبهم ترتيب ابجدي يبقى اورثو برومو كلورو بنزين. ليه قلت اورثو؟ لان الكلورين والبرومين في الاورثو بوزيشن بالنسبه لبعضهم او في 1 و 2 كربون. نيترو وفلورين يبقى ميتا نيترو فلورو بنزين. طبعا ده غير صحيح، ليه؟ لان هنا النيترو او الان لا تسبق الاف في الترتيب الابجدي. يبقى ذا كوريكت نيم ميتا فلورو نيترو بنزين. وليه قلت ميتا؟ لان النيترو جروب والفلورين جروب ان بوزيشن 1 3 with respect to each other. If one substituent has a common نيم، بمعنى ان عندي ميثايل وعندي برومين، يبقى الميثايل مع البنزين ليه كومن نيم لازم يكون عارفين اللي هو عباره عن التلوين. يبقى اذا بارا برومو تلوين او البرومين في البوزيشن نمبر 4 يبقى 4 برومو تلوين. بنفس الطريقه الاو اتش مع البنزين عباره عن فينول يبقى اورثو نيترو فينول. استخدمت الاو اتش او استخدمت الكومن نيم الهيدروكسي بنزين اللي عباره عن الفينول يبقى اورثو نيترو فينول. مور اكزامبلز، بارا ايودو انيلين هي عباره عن 4 ايودو انيلين، لان ال NH2 مع البنزين عباره عن الانيلين. بارا برومو تلوين او 4 برومو تلوين. 2 كلورين اتومز يبقى اورثو دايكلورو بنزين او 1 2 داي سبستيتيوتد بنزين. 1 3 داي ميثايل بنزين عباره عن الميتا زايلين. لو انا عندي هنا الـ CHO دي عباره عن فورمايل جروب متصله بالبنزين، ديت ليها كومن نيم اللي هو البنزال دهايد، بالاضافه لان 1 2 3 4 ده عباره عن الكربون موجود في الكربون رقم 4. يبقى اذا 4 كلورو او بارا كلورو بنزال دهايد. يبقى اذا 2 ايدنتيكال سبستيتيون داي اند تراي از يوزد. 1 2 ديميثايل بنزين هي عباره عن الاورثو ديميثايل بنزين او الاورثو زايلين. 1 3 ديميثايل بنزين هي ميتا ديميثايل بنزين او ميتا زايلين. 1 4 ديميثايل بنزين هي عباره عن البارا ديميثايل بنزين او البارا زايلين. طبعا بي معناها بارا، ام هي ميتا، او هي اورثو. Give the name for the following structure، طبعا اورثو ديبرومو بنزين أو 1 2 دايبرومو بنزين. The two bromine atom are identical. The another example is meta chloro nitro benzene. Meta chloro nitro benzene بنرتب ترتيب أبجدي لأن the two groups are different. يبقى meta chloro C بتسبق ال N، meta chloro nitro benzene أو 1 chloro 3 nitro benzene. بارا داي نيترو بنزين لان التو نيترو جروبس ار ذا سيم، يبقى بارا داي نيترو بنزين او 1 4 داي نيترو. ويتش ستراكشر ماتشز ذا جيفن نيم، بمعنى ممكن السؤال يكون على هيئه ام سي كيو. في عندنا 4 ديفرنت ستراكشر ويتش اوف از اورثو داي كلورو بنزين. ذا انسر از سي. Methods of preparation of benzene، طرق تحضير البنزين. 3 molecule of acetylene polymerize under heating أو high temperature to give benzene، أو من خلال decarboxylation الكربوكسيليك جروب، بمعنى الصوديوم سولت في كربوكسيليك أسيد ده عبارة عن صوديوم بنزويد مع الكالسيوم أوكسيد والصوديوم هيدروكسيد ده عبارة عن صودا لايم، بيعمل تكسير او من خلاله اقدر احصل على البنزين او دي كربوكسيليشن بنسميه دي كربوكسيليشن، او من خلال اختزال الفينول بالزنك داست الى البنزين.
chemical reaction of بنزين، طبعا اختزال البنزين او اضافة 3 مليكيول من الهيدروجين هقدر احصل على السايكلوهكسان، ده عبارة عن aliphatic compounds بالرغم ان البنزين عبارة عن aromatic. نكتفي بالريدكشن بالنسبة للسلايد ديت، كفاية تفاعل الاختزال. بالإضافة إلى الريدكشن في الهالوجينيشن رياكشن أو الأديشن رياكشن أو إضافة الـ Cl2 3 مولكيولز من الكلورين في وجود السنلايت، والسنلايت عبارة عن كونديشن رياكشن، هيحصل أديشن 4-3 دبل بوند، إضافة Cl2 لكل دبل بوند، وتكون عندي البنزين هيكسا كلورايد أو 1-2-3-4-5-6 هيكسا كلورو سايكل هيكسان. أما في حالة تفاعل الكلورين without any catalyst with بنزين no reaction، why no reaction؟ because بنزين require a strong electrophile as a catalyst. إذن بالنسبة لل substitution reaction، تفاعل اللي فات كان عبارة عن addition reaction هو إضافة Cl2 للدبل بوند في وجود السنلايت، ده عبارة عن addition reaction، ولكن ال substitution reaction البنزين is aromatic and stable، وبالتالي react by substitution. ما معنى substitution؟ هو استبدال H بالكلورين اتوم، ده بنسميها الهيدروجينيشن رياكشن، ولكن ده لازم يكون عندنا في كاتاليست زي الفيريك كلورايد. Why we use catalyst؟ Because بنزين is weak base وبالتالي require a strong electrophile and catalyst and they undergo substitution reaction not addition. يبقى إذا البنزين is aromatic and react by substitution not addition. يبقى إذا في وجود الفيريك كلورايد substitution لأني هيدروجين، أي هيدروجين من الست يحصل substitution بCl وأقدر أحصل على الكلورو بنزين. ولكن في حالة إضافة الCl للألكين هنلاحظ إن no catalyst، وبالتالي ده عبارة عن addition reaction للدبل بوند، ويحصل إضافة للCl2 على الدبل بوند. The double bond in benzene ring don't react like alkene. نلاحظ ان الكين يتفاعل مع HCl او Cl2 او Br2 by addition without any catalyst while benzene no reaction if there is no catalyst. احنا قلنا السبب ان البنزين الدبل بوند is not true double bond لانها في حالة حركة، الكترونات الروابط دي localized on 6 by electron on 6 carbon atoms. وبالتالي substitution reaction او بنسميهم electrophilic substitution reaction هي عبارة عن الهالوجينيشن يعني اضافة الهالوجين، او فريدلكرافت الكايليشن اضافة مجموعة الكايل، او فريدلكرافت اسيليشن اضافة مجموعة الاسيتايل اللي عبارة عن COCH3، او النيتريشن اضافة ال NO2، او السلفونيشن اضافة ال SO3H. ديت عبارة عن electrophilic aromatic substitution reaction، بيتم استبدال هيدروجين بالهالوجين او الالكايل او الاسيتايل او النيترو او السلفونيك جروبس. ديت عبارة عن تفاعلات تتطلب وجود الكاتاليست في حالة طبعا هالوجينيشن الكايليشن اسيليشن الالومنيوم كلورايد كاتاليست، في حالة النيتريشن ال H2SO4 كاتاليست، في حالة السلفونيشن السلفر ترايكسايد كاتاليست. يبقى اذا النيتريشن عبارة عن تفاعل مع النيتريك اسيد بالاضافة الى السلفوريك اسيد از كاتاليست، السلفونيشن تفاعل مع السلفوريك اسيد بالاضافة الى وجود السلفر ترايكسايد از كاتاليست. طبعا هالوجينيشن يتكون عندي كلورو بنزين، لو انا عندي بي ار 2 بدل السيل 2 يتكون عندي برومو بنزين، لو انا عندي ميثايل كلورايد مع الالومنيوم كلورايد كاتاليست هيتكون عندي التولوين او الميثايل بنزين، الاسيتايل كلورايد مع الالومنيوم كلورايد كاتاليست هيتكون عندي الاسيتايل بنزين او بسميه الاسيتوفينون، ده فريد كرافت اسيليشن، النيتريشن هيتكون عندي ال NO2 او نيترو بنزين، السلفونيشن SO3H ده بنسميه بنزين سلفونيك اسيد. ايه الارينز؟ عبارة عن alkyl بنزين. الارينز compounds containing both aliphatic and aromatic part، عندي جزئين، جزء aliphatic وجزء aromatic، او الاريل بنسميه طبعا هو عبارة عن الاروماتيك،
الارايل او الاي ار ده عباره عن اروماتيك، الار عباره عن الكايل، الارينز ممكن تكون الكايل بنزين او الكينايل بنزين او الكاينايل بنزين. هنتكلم فقط على الالكايل بنزين. ايه الالكايل بنزين؟ عباره عن اي ار ار. هنلاحظ ان التولوين والاورثوزايلين والميتازايلين والبارازايلين او 1 كلورو 2 فينايل ايثان كلها عباره عن الكايل بنزين. ايه الاروماتيك بارت في حاله التولوين؟ عباره عن البنزين رينك. اما الالكايل بارت عباره عن الميثايل. في حاله الاورثوزايلين السي اتش 3 عباره عن الار بالاضافه الى الاورثو تولاين تعتبر الارايل او الاروماتيك بارت. الايزوبروبايل بنزين او النورمال بروبايل بنزين او الايزوبيوتايل بنزين عباره عن الكايل بنزين. الاورثوتايسايل بنزين عباره عن الكايل بنزين او نورمال بيوتايل بنزين كلها دي تعتبر ارينز او الكايل بنزين. C6H5 لو انا نزعت هيدروجين من البنزين ديت عباره عن جروب بنسميها الفينايل جروب. لو انا عندي الفينايل جروب متصله ب CH2 بنسميها بنزايل، او متصله ب CO بنسميها بنزوايل. يبقى اذا C6H5 عباره عن فينايل، وده عباره عن بنزين منزوع منه هيدروجين اتوم وبالتالي بسميه فينايل. يبقى اذا عندي هنا الكايل بنزين. على سبيل المثال لو انا عندي سلسله كربونيه متصله اللي هي باللون الاحمر ديت عباره عن كربون اتومز، وعندي هنا الاروماتيك او عندي فينايل جروب، ازاي اقدر اعمل نومنكلتشر؟ هنبدا نرقم السلسله الكربونيه على حسب الايوباك رولز من الطرف الاقرب للبرانش. يبقى 1 2 3 4 5 6 7. يبقى اذا عندي هنا 7 كربون اتومز، هي كربون نمبر 1 2 3 4 5 6 وبعدين 7. يبقى اذا 2 ميثايل كربون نمبر 2 عندها ميثايل جروبس 2 ميثايل، ديت كده اسمها ميثايل جروبس، ديت عباره عن CH3. احنا خدنا اللاين انجل ديت عباره عن CH3، وعندي هنا ديت اسمها فينايل جروبس. يبقى اذا 2 ميثايل ترتيب الابجدي 2 ميثايل 3 فينايل ايثان. هنا عندي 1 2، اول بدات ارقم من الطرف الاخر يبقى 1 2، يبقى 1 2 داي فينايل ايثان لان 2 كربونز عباره عن ايث او ايثان، يبقى 1 2 داي فينايل ايثان. سينسز اوف ارين، ازاي اقدر اعمل بريبريشن او سينسز للارينز او الكايل بنزين؟ اول حاجه فريدر كرافت الكيليشن، التفاعل ده لسه شايفينه مع الالكتروفيليك اروماتيك سوفيشن رياكشن الخمسه اللي احنا قلناهم، ديت عباره عن الكيليشن يعني وظيف مجموعه الكايل اللي هي سي اتش 3. لازم طبعا يكون عندي هنا كاتاليست الامونيوم كلورايد هيتكون التولوين، او من خلال كليمنسن ريدكشن يعني بعمل استايليشن بضيف مجموعه الاسيتايل. هي مجموعه الاسيتايل سي او سي اتش 3 مجموعة الأسيتايل عبارة عن CO CH3 البيزل أستايليشن بضيف CO CH3 جروب. طبعا ديت عباره عن كربون، ديت عباره عن كربون. يبقى اذا اسيتايل بنزين او بنسميه الاسيتوفينون ده اروماتيك كومباوندز. لو انا عندي زنك وميركريك و اتش سي ال هيبقى عندي ده عباره عن كليمنسن ريدكشن. كليمنسن ريدكشن بيختزل السي دبل بوند او بيختزلها الى سي H2.
ده عبارة عن كليمنسن ريدكشن. ادي الـ CH2 او الـ C double reaction of الكايل بنزين او الارينز، تفاعلات الـ R او الـ ARR، ده عبارة عن هالوجينيشن رياكشن. الإيثايل بنزين ده عبارة عن الكايل بنزين. طبعا هنا عندي كاتاليست، الـ FE عبارة عن كاتاليست، و BR2 أو ده عبارة عن هالوجينيشن رياكشن أو الكتروفيليك سبسوشن رياكشن من النوع إضافة الهالوجين أو الـ BR2. ألاحظ إن الألكايل جروبس أو الـ R تعمل اورينتيشن او بتوجه البي ار 2 ان بوزيشن اورسو اند بارا، ده عباره عن اورسو يعني الاو او البي ار اصبحت في البوزيشن نمبر 2 او اورسو، بالاضافه الى انذر برودكت او انذر ايزومر اللي هو البارا بوزيشن. اذا الار المجموعه بتعمل اكتيفيشن للريت، بتعمل اورينتيشن او دايركشن للنيو جروب ان اورسو اند بارا بوزيشن. لو انا قارنت الرياكشن اللي عباره عن هالوجينيشن او الكتروفيليك سبسوشن رياكشن من النوع هالوجينيشن مع تفاعل الايثايل بنزين مع البي ار 2 في وجود الهيت او السان لايت او السان لايت، ده عباره عن free radical halogenation in the side chain. يعني هنا الرياكشن عبارة عن side chain reaction. احنا عندنا ال R او ال AR AR R ده عبارة عن الأرينز. تفاعلات اللي بتتم على ال AR ديت عبارة عن SE reaction. التفاعلات اللي بتتم على الـ R بنسميها سايد تشين رياكشن. يبقى التفاعل الأول ده عبارة عن SE رياكشن لأنه بيتم على الرينج، حصل سبستيوشن لـ 2 هيدروجين أو الـ 1 هيدروجين، أصبح عندي 2 سبستيوشن عبارة عن الـ BR في البوزيشن أورسو أو بارا. أما بالنسبة للتفاعل اللي هو عبارة عن تفاعل البورمين مع في وجود السنلايت او الهيت، ده عباره عن فري راديكال هالوجينيشن على الالكايل جروب او على السايد اتشين. طبعا ديت سن لايت او هيت، سن لايت ده عباره عن فري راديكال سبستيوشن، هيحصل استبدال ل اتش بدل ما يتم التفاعل على الرينج هيتم على السايد تشين ويحصل سبستيوشن للهيدروجين بالبي ار 2. يبقى اذا اس اي رياكشن زي ما قلنا من شويه، عندي هنا اس اي رياكشنز تفاعلات بتتم على الرينج اللي هي عباره عن الاس اي رياكشن او الكتروفيليك سبستيوشن رياكشن، تفاعلات بتتم على السايد تشين او الار ديت بنسميها بنزيليك كربون رياكشن. تفاعلات اللي بتتم على السايد تشين يبقى إذا reaction involve side chain، أول حاجة الأكسديشن، الكايل بنزين oxidize by oxidizing agent زي الكيم NO4 إلى carboxylic group. أي الكايل جروب تتأكسد بالكيم NO4 إلى COOH جروب، ده عبارة عن الأكسديشن. وبالتالي البارا زيلين أو الأورثو زيلين أو الميتا زيلين أو النورمال بروبايل بنزين تتأكسد بالكيم NO4 إلى كربوكسيليك. التفاعل الثاني بالنسبة للسايد تشين وعبارة عن هالوجينيشن في وجود الهيت أو السان لايت، التولوين يتفاعل مع السي ال2 أو الكلورين in presence of sunlight أو هيت، وده عبارة عن سايد تشين رياكشن وتكون عندي هنا البنزايل كلورايد. هالوجينيشن مره ثانيه تكون عندي البنزايل كلورايد، ده بنسميه بنزايل كلورايد وده بنسميه بنزوايل
بنزال بنزال ده عبارة عن بن ده عبارة عن بنزال كلورايد أو هالوجينيشن مرة ثالثة بتكون عندي تراي كلوروميثايل بنزين أو هالوجينيشن للإيثايل بنزين بتكون عندي طبعا الميجر برودكت السبستيوشن للـ CH2 ده عبارة عن الميجر برودكت يعني نسبته أعلى بالإضافة إلى الأيزومر الآخر اللي عبارة عن 1 كلورو 2 فينايل إيثان ده المينور برودكت. يبقى هنا substitution او الهالوجينيشن ان بريزنس وفي ده عباره عن سايد تشين رياكشن. السمري اوف دايركتنج افكت ان اس سي رياكشن بمعنى ان في عندنا جروبس بتعمل اورينتيشن في الاورسو والبارا بنسميها اورسو بارا دايركتنج، في عندنا جروبس بتعمل اورينتيشن في الميتا بوزيشن بنسميها ميتا دايركتنج، وبالتالي في عندنا هنا افكت او تاثير على معدل التفاعل او الريت. الباي دونرز والسيجما دونرز عباره عن اورسو بارا دايركتنج وميك اكتيفيشن للريت تعمل اكتيفيشن للريت بمعنى ان معدل التفاعل في وجود سبستيتوتد بنزين ويز اني جروب اوف باي دونر اور سيجما دونرز از فاستر ذان بنزين اسرع من البنزين. الهالوجين عبارة عن أورسو بارا دايركتنج ولكن بتعمل دي اكتيفيشن لمعدل التفاعل. الكربونايل والسيانو والنيترو عبارة عن ميتا دايركتنج اند ميك دي اكتيفيشن فور ذا ريت اوف ذا الكتروفيليك سبستيوشن رياكشن. لازم نكون عارفين كويس الجروبس اللي بتعمل اورينتيشن في الأورسو والبارا والجروبس اللي بتعمل اورينتيشن في الميتا وانهي نوع بيعمل دي اكتيفيشن وانهي نوع بيعمل اكتيفيشن لمعدل التفاعل. This is very important groups or summary in directing effect in electrophilic substitution reaction. النوع الثاني من التفاعلات عبارة عن reaction involve the benzene ring. اتفقنا ان في تفاعلات بتتم على السايد تشين زي الاكسيديشن والفي راديكال سبستيوشن. النوع الاخر عبارة عن reaction involve the benzene ring او بنسميها electrophilic aromatic substitution reaction. نلاحظ ان الهالوجينيشن بمعنى ان الميثايل بنزين لو اتفاعل مع CL2 في وجود كاتاليست ده عباره عن الكتروفيليك سبستيوشن رياكشن. الار عباره عن مجموعه بتعمل اورينتيشن في اورسو وبارا فور ذا نيو جروب. ايه النيو جروب؟ اللي عباره عن الكلورين اتوم، وبالتالي الار از الكترون ريليزنج اند ميك اكتيفيشن او اكتيفيت تو electrophilic substitution reaction and directs into ortho para position، وبالتالي reaction هيبقى عندي هنا الناتج 2 isomer عبارة عن ortho chlorotoluene and para chlorotoluene. Friedrich-Kraft alkylation التولوين مع الالكايل او الميثايل كلورايد in presence of aluminium chloride catalyst ده عبارة عن فريدل كرافت الكايليشن. نضيف مجموعة الكايل، هي الالكايل المتصلة بالهالوجين. احنا اتفقنا ان الالكايل هلايد عبارة عن ار اكس الار اكس ده عبارة عن الالكايل هلايد، الاكس عبارة عن هالوجين، الار عبارة عن ميثايل. يبقى اذا سي اتش 3 جروب make orientation in ortho and para position، وبالتالي ortho xylene and para xylene are the product of Friedel-Kraft alkylation. Friedel-Kraft acylation إضافة مجموعة الأسيتيل R C O C L ديت عبارة عن تفاعل الكتروفيليك اروماتيك سبستيوشن رياكشن من النوع استايليشن، او بضيف مجموعه سي او ار سي او يبقى اضافه السي او سي اتش 3 في وجود السي اتش 3 بيعمل اورينتيشن الى
او دايركتس انتو اورسو، ده عباره عن اورسو بوزيشن او 2، وهنا عندي ده عباره عن الباره او الفور بوزيشن. يبقى اذا باره ميسايل اند اورسو ميسايل اسيتوفينون ار ذا برودكت اوف فريدكرافت اسيليشن، او ممكن نسميهم بطريقه ثانيه 1 اورسو تولايل ايثانون او 1 باره تولايل ايثانون. يبقى ده عباره عن اورسو، اورسو فين البوزيشن؟ اورسو، اورسو هو عباره عن اورسو ميسايل اسيتوفينون او 2 ميسايل، ده عباره عن 2 ميسايل اسمه 2 ميسايل. ميسايل اسيتوفينون وده عباره عن 4 ميسايل اسيتوفينون. السلفونيشن هنلاحظ ان ده عباره عن تفاعل السلفوريك اسيد في وجود السلفر تريوكسيد كاتاليست، تكون عندي 2 ميثايل بنزين سلفونيك اسيد او باره او 4 ميثايل بنزين سلفونيك اسيد، لان المجموعه الجديده اللي هي السلفونيك جروب ار او از اورينتد ان اورسو اند باره بوزيشن. يبقى 2 اند 4 ميثايل بنزين سلفونيك اسيد ار ذا برودكت اوف سلفونيشن اوف تولوين. اخر تفاعل نيتريشن عباره عن اضافه ال NO2 جروب. يبقى اذا التولوين رياكت ويز نيتريك اسيد ان بريزنس اوف H2SO4 او سلفوريك اسيد كاتاليست. ال CH3 جروب عباره عن الكايل جروب تعمل اورينتيشن في اورسو وباره. يبقى اذا 1 ميثايل 2 نيترو بنزين او بنقدر نسميه اورسو نيترو تولوين، وده عبارة عن بارا نيترو تولوين. لو انا عملت نيتريشن مرة تانية بالنسبة للبارا هنلاحظ ان السي اتش 3 بتعمل اورينتيشن في اورسو وبارا، والان او 2 بتعمل اورينتيشن في الميتا، وبالتالي ذا سكند نيترو جروب ان ذا لوكيشن of orso and para and meta position. بمعنى ان النيترو جروب الميتا بوزيشن بالنسبه للنيترو جروب عباره عن كاربون نمبر 2، والسي اتش 3 البوزيشن اورسو عباره عن كاربون نمبر 2 اند 4، ولكن كاربون نمبر 4 او البارا بوزيشن مشغول بالان او 2. يبقى اذا ذا سكند نيترو جروب will directs in carbon number 2، ده عبارة عن 1 2 3 4 5. يبقى اذا ده عبارة عن 2 4 دينيترو تولوين، ده عبارة عن اورسو ده اورسو نيترو تولوين او 1 ميثايل 2 نيترو بنزين، ده عبارة عن 1 ميثايل 4 نيترو بنزين او بارا نيترو تولوين. لو عملت نيتريشن مرة تانية هنلاحظ ان ذا سيرت او النيترو جروب نمبر 3 ويل دايركتس ان كاربون نمبر 6، ديت عبارة عن الكاربون نمبر 6، وبالتالي اقدر احصل على 2 4 6 تراي نيترو تولوين، ديت عبارة عن كاربون نمبر 4 او بسميه التي ان تي، وده عباره عن مركب اروماتي بيستخدم في صناعه المتفجرات. يبقى هنا ده عباره عن 2 4 6 تراي